غرفة سرية جوه الفاتيكان بتسمى القبو السري، وجواها مجموعة كبيرة من المخطوطات والوثائق النادرة اللي غالبا بترد على معظم المؤامرات اللي في العالم. 5 أسرار جوه الغرفة دي هنتكلم عليهم النهاردة في القبو السري للفاتيكان. 1980 تم الانتهاء من بناء الغرفة السرية داخل الفاتيكان، والغرفة السرية دي بتحتوي على مجموعة من الوثائق والمخطوطات النادرة اللي بتحكي تاريخ مهم وحقيقي للبشرية، وبتحكي كمان أهم المراسلات والمخاطبات اللي تمت عبر آلاف السنين. الغرفة دي بتحتوي مجموعة كبيرة جدا من المخطوطات، لكن أهمها 5 أسرار تعتبر من أهم أسرار القبو السري للفاتيكان. السر الأول، آلة الزمن السرية. قبو الفاتيكان يقال أن جواه آلة سرية يطلق عليها آلة الزمن، بتعتمد على أن الإنسان يقدر يشوف كل الأحداث اللي حصلت في الماضي، وممكن كمان يشوف الأحداث اللي هتحصل في المستقبل. والآلة دي بتعتمد في فكرتها على الموجات الصوتية اللي بيصدرها الإنسان أو الكائنات الحية اللي على الأرض، واللي بتفضل تقريبا موجودة في طبقات الجو المختلفة. فالجهاز ده أو الآلة دي بتقدر تستقبل الموجات دي مهما مر عليها سنين، وتقدر تحول الموجات دي في شكل صوت وصورة كأنه تلفزيون، وإن الإنسان يقدر يقعد قدام الآلة دي ويظبط الوقت أو التاريخ اللي هو محتاج يراجع فيه الأحداث اللي حصلت، يقدر يشوف أحداث كتير عن طريق آلة الزمن السرية. ويقال إن الآلة دي هي سر من أسرار البشرية العظيم، واللي بتحافظ عليه الفاتيكان عبر مئات السنين، وان الحفاظ على الآلة دي هي السبب الرئيسي في قوة الفاتيكان لحد النهاردة. الجهاز تم اختراعه في فترة 50، وده بعد تجارب كتير جدا، والاختراع ده بينسب لمجموعة من العلماء على رأسهم الاب لجرينيو أرنيتي، وهو عالم فيزياء ايطالي، وبعد كده اصبح كاهن في اخر عمره. ويقال من خلال الوثائق اللي موجودة جوه قبو الفاتيكان ان الاب أرنيتي عمل فعلا تجارب كتير وكلها نجحت، وإن في مجموعة من العلماء كانوا شاهدين على التجارب دي، وإن نتائج الجهاز أثرت بشكل أساسي في تاريخ البشرية، وأثرت كمان على كل التنبؤات اللي ممكن تخص البشرية في المستقبل. لأن أرنيتي بيقول من خلال الوثائق السرية بتاعته إن الإنسان يقدر يشوف المستقبل برضو من خلال نفس الجهاز، وده بناء على تجارب في علوم الفيزياء الأب أرنيتي كاتبها في وثائق السرية داخل قبو الفاتيكان. الأب أرنيتي مات سنة 1994، وكتب في الوثائق ان الجهاز حقيقي وبيقدر يقرا الماضي وبيقدر يقرا المستقبل. بعد وفاة الاب أرنيتي، الفاتيكان احتفظ بالجهاز او بالآلة في مكان سري، ولكنه ما دمرش الآلة دي، وما تمش عرض الجهاز او الآلة بعد وفاة الاب أرنيتي خالص، تم الاحتفاظ به في القبو السري للفاتيكان. السر الثاني هو علاقة الفاتيكان بالكائنات الفضائية. يقال ان داخل القبو السري مجموعة من الهياكل العظمية لكائنات فضائية غريبة ونادرة، ومحدش يعرف عنها حاجة. لكن سنة 2012 في أب اسمه خوسيه فورس طلع في لقاء تلفزيوني ووجه رسالة للإخوة المسيحيين، بيقول لهم أنه لازم تعتبروا أن في كائنات فضائية، ولازم تتعاملوا معاهم أن هم إخوة. وأن الأب فورس في اللقاء أكد أن في عالم تاني أو عوالم تانية مختلفة، وكلها بتمتلك حضارات ذكية جدا، وأن تم التواصل مع بعض الحضارات دي ولكن بشكل سري، ولم يتم الإعلان عنه، ولكنه مثبت داخل الوثائق في قبو الفاتيكان. ولما تسأل بابا الفاتيكان في أكتر من لقاء تلفزيوني عن فكرة التعامل مع الكائنات الفضائية، البابا لم ينكر ولم يؤكد. السر الثالث هو سجلات المتنورين. وطبعا أكيد كلنا عارفين من هم المتنورين، وكم مرة حكينا عنهم في قصص كتير، لكن الوثائق اللي موجودة جوه قبو الفاتيكان بتؤكد أن عبر التاريخ أن في علاقة قوية بين المتنورين وبين الفاتيكان، وأن المتنورين برغم تاريخهم الطويل وتأسيسهم من سنة 1776، إلا أنهم كان لهم علاقة قوية ببابا الفاتيكان، وأن المتنورين بيحاولوا دايما إقامة دولة جديدة أو نظام عالمي جديد، وأن هم عملوا نوع من أنواع الاتفاق أو الدمج مع بابا الفاتيكان. وفي رواية ملائكة وشياطين اللي تحولت بعد كده لفيلم سينما، اتكلموا بشكل واضح عن السجلات اللي ليها علاقة بالمتنورين في قبو الفاتيكان. وبعد ما الفيلم تم عرضه سنة 2009، مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين كانوا بيتسألوا عن الوثائق السرية اللي ليها علاقة بالمتنورين في قبو الفاتيكان. وبسبب الفيلم ده، بابا الفاتيكان دعا مجموعة من الصحفيين ان هم يدخلوا الغرفة السرية اللي بيطلق عليها قبو الفاتيكان علشان يتأكدوا بنفسهم من الوثائق
والمخطوطات اللي موجودة جوه. لكن الإعلاميين والصحفيين كتبوا إن تم فتح الغرفة السرية فعلا، فيما عدا غرفة لم يتم السماح ليهم بدخولها، ويقال إن داخل الغرفة دي الوثائق الخاصة بالمتنورين. السر الرابع هو تورط الفاتيكان عبر وثائق مؤكدة بتبنيهم فكرة العنصرية وصراع حقيقي مع طائفة معينة من البشر، وده حصل من خلال البابا بيوس الثاني عشر اللي تولى منصب بابا الفاتيكان أثناء الحرب العالمية الثانية، وإنه كان مؤيد جدا لموقف موسوليني وهتلر في صراع العنصرية والفكر النازي، وإن كان بيتم عبر اتفاقيات سرية موافقة من الفاتيكان لتأييد العنصرية، وده كان بهدف الحفاظ على قوة الفاتيكان، لأن الوثائق بتقول إن تم تهديد قوة الفاتيكان في حال عدم تأييد موسوليني وهتلر في الحرب ضد طوائف معينة من البشر. لكن مجرد ما طلعت تسريبات الوثائق دي عن البابا بيوس الثاني عشر، اتقال في وسائل الإعلام إن دي معلومات مخلوطة، وإن الفاتيكان دايما ضد العنصرية، وكان دايما الفاتيكان ضد تصرفات موسوليني وهتلر. السر الخامس وهو السر الأخطر، وهو يخص السيد المسيح، ودي مجموعة كبيرة جدا من الوثائق والمخطوطات اللي بتقول كلام غريب جدا، أهمها مخاطبات ومراسلات بين القديس بولس والإمبراطور نيرو، اللي أكد في خطابات القديس بولس إن مفيش أصلا فكرة المسيح، وإنه مش موجود، وإنها من تأليف بعض الأشخاص عشان يقدروا يأثروا على فكر بعض الناس وان هم ينتموا اليهم او ينفذوا طلباتهم تحت فكرة وجود السيد المسيح. ويقال كمان ان في وثائق سرية في قبو الفاتيكان بتقول ان السيد المسيح تزوج وانجب، وان سلالة السيد المسيح راحت لمكان في جنوب فرنسا، وان هم كونوا مجتمع خاص بيهم في جنوب فرنسا، وان دايما في صراعات في السر للحصول على حكم فرنسا، لان المجموعة دي شايفة انها احق بحكم فرنسا. أخطر إن في وثائق سرية موجودة في قبو الفاتيكان اسمها أوراق المسيح. الوثائق دي بتقول إن سيدنا المسيح لم يصلب، وإن تم تخديره عن طريق بعض تلاميذه، وإن تم إعدامه صوريا، وإن تم تهريبه في مكان سري وفضل عايش لحد سنة 45 ميلاديا، وإن في وثائق مكتوبة بخط الإيد في نفس التاريخ تثبت المعلومة دي، وده طبعا بخلاف المعتقدات الدينية المختلفة. يعني إحنا عندنا في الإسلام مفيش الكلام ده خالص، لكن أنا بحكي عن وثائق سرية موجودة جوه قبو الفاتيكان، وفي وثائق ومخطوطات كتيرة جدا جوه قبو الفاتيكان، لكن أهمها كانوا الخمس أسرار أو الخمس وثائق اللي اتكلمنا عنهم. الغريب إن الفاتيكان ما أنكرش ولا مرة صحة الوثائق والمخطوطات دي، أو حتى أيدها وقال إنها حقيقية، وأحيانا كتير بيرفض الفاتيكان أصلا إن هو يعلق عليها. سلام عليكم.